حسب الله منين جايبه. ترقبوا على شاشة قناة العقيلة الفضائية ولأول مرة على الساحة الحسينية المباركة التقاء الخطيبين الجليلين سماحة السيد محمد الصافي وسماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. سيعتلي صوت الحق بمجلس حسيني موحد بذكرى شهادة السيدة الزهراء عليها السلام ابتداء من يوم السبت 2 مارس 2014 ولمدة 6 أيام وذلك في تمام الساعة 8 مساء. المكان البصرة الجمعيات في ساحة الزهراء لعزاء المركزية برعاية مؤسسة النبأ العظيم الخيرية. لبيك يا زهراء لبيك.